مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة وإن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. شكرا كثير لكم، يلا بينا. دقيق 1 كوب 150 غرام، سميد ناعم 0.5 كوب 75 غرام، خميرة جافة 0.5 معلقة صغيرة 3 غرام، نشا الذرة 0.5 معلقة كبيرة 15 غرام، قليل من الملح تقريبا 1 غرام، زيت 2 معلقة، طعام 40 غرام، ملعقة صغيرة سكر تقريبا 10 غرام، وماء دافئ 0.5 كوب 100 غرام. نعجن جيد تقريبا بياخد من 3 دقائق إلى 5 دقائق عجن حتى تنسجم المكونات جيد، نتركها ترتاح 10 دقائق. هذه الشيرة العسل، ماء 250 غرام تقريبا 1.5 كوب، سكر 500 غرام 2.5 كوب، تقليب جيد. نوضع قطعة الليمون عند الغليان، نترك الوعاء، نغلق الوعاء ونتركه تقريبا 8 دقائق. هيك صارت جاهزة. هلا بننتقل للعجنة، نفرد العجنة ونوضع الحشوة المكسرات، وبعد شوي هنا أنا حوضع شو هي المكونات تبعت المكسرات. هي المكونات تبعت نفس المكونات تبعت القطايف. هلا بعد شوي انا حفرجيكو كيف تنعمل نفس المكونات تبعت القطايف الحشوة، وممكن نغير المكسرات نحط اي نوع مكسرات احنا بنحبه. نلف الثالثة، هلا بنعملها اجزاء وبنسكر من الأطراف مثل ما انتم شايفين، من الأطراف سكرها نعملهم كلهم ونخلي العجنة ترتاح تقريبا 10 دقائق. وهلأ فرجيكم شو هي الحشوة تبعت القطايف تبعت المكسرات اللي أنا عملتها. طبعا أنا بعمل كمية كبيرة بعمل، وبتفضل لأشياء تانية. نوضع الفستق وبنرصه أي شيء موجود متوفر عنا، تقريبا 2 كوب فستق، الكمية طبعا اختيار الكمية. وهذا الفستق بعد الهرس تقريبا 2 كوب، وجوز الهند 2 كوب، طبعا مثل ما حكينا كمية اختياري. زبيب 1 كوب، سكر 2 معلقة كبيرة، قرفة 2 معلقة كبيرة، وبنخلط المكونات كلها مع بعض. هذا ممكن نستخدمها للقطايف، نستخدمها لأي نوع من الحلويات، ممكن نغير أنواع المكسرات مثل هيك. حشناها للقطايف، حشوة القطايف تلاقوها موجودة في القناة. نقليهم على حرارة متوسطة، ما تكون حرارة عالية، لازم تكون حرارة متوسطة عشان يستوي منيح من الداخل. بعدين نرفعهم ونوضعهم بالشيرة دول العسل اللي عملناه، تقريبا نتركهم 5 دقائق. طبعا كل ما طولوا كل ما شربوا عسل أكتر، كل ما قل الوقت كل ما كان أقل عسل، انتو حسب الذوق ممكن تخلوها 5 دقائق. وهذا شكلها النهائي. صحة وألف عافية
رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. انتظرونا بوصفة جديدة. اتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كتير لكم، مع السلامة.